لاعب محمد سالم نزي تحت 17 سنة لاعب نص. قصة دخولي النادي كنت ألعب أول شيء سكة، كان عندنا جيراننا عبد العزيز الهاجري لاعب منتخب الكويت سابقا، وطلب من الوالد أن أجي وألعب وياه، ولعبنا ودية ضد نادي الحيحيل كان الكابتن محمد العجب، وطلب مني أني أجي النادي وحضرت. بداية كنت لاعب نص، بعدين لعب الموسم اللي بعده مع المدرب البرازيلي جولي، وواحدة من المباريات انطرد من اللاعب واضطر أن يلعبني باك يسار، فثبتني طول الموسم باك يسار، والموسم الحالي مدرب جديد وجربني لاعب نص وعجبته صراحة. عاجبني أنا مركزي لاعب نص، ولاعب النص لازم يتميز بالكرة النظيفة، لأن اللاعب هو اللي يحرك اللعب، هو اللي يبطل اللعب، هو اللي يسرع اللعب. وجربت الباك، والباك يسار لازم تكون قوي بدنيا، ولازم تكون لاعب دفاعيا وهجوميا، وتكون متمكن من العرضيات. بالبداية صراحة لما لعبت باك يسار بعدين رديت نص، يمكن بداية الموسم كانت شوي أثر علي، لما يمكن لعبنا الدورة التنشيطية، بعد دورة التنشيطية تعودت على المكان وعرفت شنو اللي يطلب من المدرب وقدمت اللي علي. التمرين العام نلعب أول شيء نبلش بالاسترتشات، بدنا نلعب استحواذ وش اسمه، ونتمرن شلون ندافع شلون نهاجم، هذا كمجموعة. لكن كلاعب نص اللي يعطينا المدرب نلعب وسط قصيرة وسط طويلة، ومتى ما يعني إذا الفريق اللي ضدنا يمكن كان مدافع حيل، استخدم الشوت إني أشوت من بعيد، أجرب من بعيد، وهذا اللي أعطني المدرب. يمكن المباراة اللي قدمت فيها مستوى ممتاز قبل موسم، لعبنا الكاس الربع النهائي ضد النادي النصر، انتهى الشوط الأول 2-2، بداية الشوط الثاني انطرد من اللاعب، وقدرنا أن نستمر وياهم لنهاية الشوط الثاني، ولعبنا شوط إضافية وسجلنا، وربي وفقنا بالفوز. وبالمباراة الثانية، المباراة اللي بعدها اللي هي نصف النهائي، لعبنا ضد النادي العربي. النادي العربي كان النادي من أقوى الفرق بالدوري، كان يمكن المركز الثاني إذا ما خاب ظني، كان المركز الثاني وكان فريق جدا قوي، ولعبنا وياهم وممكن قدمنا مباراة قوية حيل، يمكن لين نهاية المباراة 1-1 بالدقيقة الأخيرة، يمكن شات لاعبهم كرة من برا منطقة الجزاء وسجل، وما توفقنا في هذه المباراة. من اللاعب اللي تفاهم وياه وليد مساعد، لاعب يعرف متى تحرك، وين أروح، وين أجي، متى أغطي، لا رديت، يعرف ألعب لي باص. للأمانة استمتع لعبت وياه. طموحي في لعبة كرة القدم أني أمثل المنتخب الكويتي وأني أحترف برا. قدوتي محليا بدل مطوع، وخارجيا أفضل لاعب بالتاريخ ميسي. أولا كلاعبين نحتاج المنشآت الرياضية، أنا ما يصير لما ألعب مباراة أنا يميني حفظة يساري حفظة، أركض أتعور، حتى الباص لما أسلم باص خصوصا كلاعب نص ممكن الباص ما يجي بالملي، لأن أرضيات سيئة، ما في ولا أرضية لعبت فيها إلى الآن على الأقل تكون حلوة، كلها سيئة. لازم يكون لنا معسكرات. لما نلعب خارجيا نلعب ضد أندية مثلا نقول أوروبية، على الأقل تطور مستوانا حتى الدوري يصير فيه منافسة. اللي شجعني الرياضة الوالد الله يحفظه، أخوي مرزوق، ووالد عمتي عبد الله محيلة. أنصح اللي ما يلعب رياضة أن يلعب رياضة، يختار الرياضة اللي هو يحبها ويستمر عليها، لأنها تفيد اللي قدام، والعقل السليم في الجسم السليم. معكم اللاعب عبد العزيز علي، لاعب نادي كاظمة والمنتخب الكويت. ألعب مرحلة 16-18 جروب A. قصة دخولي للغطس هي كنت أشوف أخوي حسن علي يجي البيت معاه ميداليات وشي، فأنا شفت الميداليات وحبيت أشارك يعني معاهم، فقمت أروح مع النادي. بعدين الكابتن قال لي ليش ما تنضم معانا وشي، ودخلت. أصعب بطولات لعبتها مع النادي هي كانت البطولة العامة 2017، كان منافسيني بدر كندري وجاسم القلاف وسالم القلاف.
أما بطولاتي اللي مع المنتخب كانت أصعب بطولة بطولة إيطاليا، كانت أول بطولة لي برا، فكان عندي شوي توتر وما أديت أداء عدل. أفضل إنجازاتي مع النادي هي البطولة العامة، كنت جاي فيها 3 ميداليات ذهبية، وأفضل بطولاتي مع برا الكويت ومع المنتخب هي كانت بطولة الخليج، هم جبت ذهبيتين وفضية، وفي بطولات برا تأهلت بس ما جبت مراكز. من المنافسات اللي بيننا احنا بالنادي انا وبدر الكندري وسالم وجاسم القلاف، وبرا النادي محمد السبتي لاعب نادي الكويت. طموحي بلعبة الغطس هي ألعب بطولة العالم، بطولة العرب، بطولة آسيا، وطبعا حلمي ألعب الأولمبيات. قدوتي بلعبة الغطس هو إخواني الاثنين حسن قلي وأحمد قلي، وهم في لاعبين أولمبيين وعالميين، بس أنا اللي حاليا أشوفهم أحسن مني وأبي أصير نفسهم إخواني الاثنين. أشهر الإصابات اللي صارت بالغطس هي لاعبين يطق راسهم بالمنط أو تنكسر إيدهم، أنا واجهت من هالإصابات، هي انكسرت إيدي وهم من طق راسي بالمنط، واللي كنت خايف منها لما طق راسي بالمنط واجهت شوي خوف ورهبة، وليه الحين يعني قام أرجع شوي شوي. كان إن أخواني الأكبر مني يلعبون غطس قام يحوشني شوي تحفيز ودعم منهم وشي، وبالبيت لما نقعد مع بعض كلنا نسولف عن الغطس وشي، ففي تحفيز وأنا قام أحاول أصير نفسهم وأحسن منهم بعد. إحنا كلاعبين غطس نحتاج دعم مادي ومنشآت ودعم معنوي، ومنهم يعني تقريبا حفرة سفنج، هذه أكثر شيء نحتاجه علشان نطور من نفسنا وايد. أنصح اللي ما يلعب رياضة يلعب رياضة، في وايد ألعاب حلوة وزينة وتنفعك حق جسمك وحق عقلك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اللاعب ناصر بيض مطوع، ألعب تحت 20 خيطان. أنا أول شيء ألعب كنت بكاظمة، بعدين يعني سبب دراسة ما كملت بكاظمة ورحت خيطان. أنا أول شيء ألعب باك يمين بكاظمة كنت، بعدين من وصلت خيطان لعبني قلب دفاع وارتكاز. أكيد لما أنت تلعب قلب دفاع لازم مو تفهم مع لاعب واحد، مع الباك اليمين، مع الباك اليسار، مع القلب دفاع، وحتى الحارس ما في لاعب محدد. يعني أفضل مباراة لعبتها أكيد النهائي مع العربي، طبعا احنا لعبنا نهائي الكاس ضد العربي، وصلنا ثاني الكاس تحت 15. يمكن مباراة النهائي ضد العربي هي كانت يعني احسن مباراة، لان المجريات اللي داخل المباراة يعني انا ما لعبت بالمركز اول مرة العب وبدعت فيه. بعد التوقف المدربين ركزوا على اللياقة البدنية، لان التوقف يمكن صار سنتين بسبب الجائحة. التمرين الجماعي يعني المدربين يعتمدون على التكتيك الجماعي، وكأنت لما تلعب قلب دفاع لازم تركز على صعدة الفريق والكورنرات أهم شيء. على حسب المدرب، لأن غلوب الدفاع يتميزون بالطول والكرة الأولى. أكيد كل لاعب طموحه يلعب منتخب ويلعب بلعب درجة أولى خيطان. كل لاعبين يحتاجون المنشآت، لأن في أندية تعتمد على ملعب واحد حق كل الفرقة. اللاعبين يحتاجون الدعم المادي والمعنوي، ويحتاجون المدربين الزيادة، لأن ما ينفع تحت من تحت 15 ليه تحت 20 بس مدربين، مساعد مدرب ومدرب وإداري. يحتاجون مدرب لياقة يكون أعلى من المدربين الثانيين. قدوتي محليا هير الشمري، وقدوتي أوروبيا كارلوس بويول. اللي دعمني على الرياضة أكيد الأهل واللي حوالي، الأسرة اللي حوالي. أنصح اللي ما يلعب رياضة يلعب رياضة تفيده بصحته ومستقبله.